ميديا حبابة خير احكي مع انتي. والله انا خايفة اتلبك. سميحة لا تسرعيني، صبح حكيت معها مشانك وهي طلبت مني تدقيلها مشان تتفقوا على موعد تشوفك فيه. تشوفني؟ ليش بدها تشوفني يعني؟ يعني ليش في حدا بالعالم بيوظف بدون ما يشوف الثاني؟ بدها تشوفك وتشوف السي في تبعك وتاخذ وتعطي معك مشان تحدد القسم بدك تشتغلي فيه. القصة فيها سي في مقابلة كمان؟ طب ليش ما حكيتي من الاول؟ ليش في شركة بالدنيا ممكن توظفك بلا مقابلة؟ ما بدهم يشوفوا امكانياتك ويعرفوا دراستك، ولما فكره الشغله شوربه بتحكي معهم تليفون اليوم وبكره بيوصفوكي. قالكي ليلى توظفت وهي قاعده بالمطعم. حبيبتي اللي صار مع ليلى حاله استثنائيه، شو رايك انت تقضي طول النهار بالمطاعم؟ بركي بتجيكي هيك فرصه. اي مو احسن ما اتشرشح بالمقابلات؟ بعدين منين بدك تكتب لها سي في؟ هلا بدك تفهمي علي ولا لا؟ اتصلي براويه وخدي موعد بكره وشوفي بركي ليلى بتساعدك لتكتبي سي في ماشي حاله. شو خرج تشتغلي ست سميحة؟ يعني ضروري اكتب السي في بالانجليزي؟ والله اذا كتبته بالعربي اسهل. هلا بدك انت السي في الاسهل ولا السي في اللي بدي يطلع هيك لائق ومرتب؟ طب يعني شو بدي اكتب؟ اكتبي انه انت بتدرسي حقوق. كتبت. اكتبي عن خبراتك، عن اهتماماتك. ما بعرف، ما في ولا شيء. معقولة انتي؟ لا ما عندك ولا خبرة ولا اهتمام، طبعاً غير الصياعة وطق الحنك، معقول ما في ولا شيء؟ المطالعة. المطالعة؟ عم تسأليني؟ اكتبي اللي بدك اياه، شو بعرفني؟ طب الرحلات والمطالعة. الرحلات والمطالعة؟ اي لا، ليكون عم تقدمي انتي على برنامج عن الصداقة والتعارف. ليش المطالعة مو مهمة؟ لك ما عم بحكي عن المطالعة، عم بحكي عن الرحلات. شو خص الرحلات؟ بعدين شرفي انتي لهون، انا اسم مطالعة. انتي شو قرياني بحياتك كلها؟ كم كتاب؟ كتاب؟ كتاب ماني قريانة، بس مجلة قريانة مجلات كتير. قريانة مجلات كتير؟ ايه. سميحة من شان الله روحي من وشي. ليلى الله يوفقك، من شان الله ساعديني. صبرون جميل. اكتبي عندك طبي غراضك. طبي غراضك وطلعي من الغرفة هلا احسن ما انفجر عليكي، لانه عن جد رفعتي لي الضغط. عن جد عم بحكي، مو معقولة مستفزتي. هلا هيك يا نلوشة؟ يعني ما بدك تساعديني؟ عم قلها يساعديني مشان بكره اتوظف، يعني بكره بروح وما معي سي في. شو بعمل؟ بقول انه انت ما ساعدتيني، ما لك كرفيتي. يا سميحه يا حبيبه قلبي، القصه ما بدها عبقريه. يعني الواحد اذا بيكون بيعرف انجليزي بيكتب انه هو شاطر بالمحادثه او شاطر بالترجمه. الواحد يلي بيكون عنده خبره بالكمبيوتر بيكتب انه قديش فيه مثلا بدي اياه كم جمله بيطبع، يعني هيك شغلات. والله ما بدها شيء. لك شغلي مخك شوي من شان الله رح انفجر. ما عاد اقراها. مو معقولة، مو معقولة. لبنان ادعي لي بكره يمشي الحال واتوظف. ان شاء الله يا رب يمشي الحال وتتوظفي. ليش عم تبتسمي يعني؟ شو فيها؟ غلط يعني؟ لا مو غلط، بس كلكم بالبيت تتمسخروا علي وبتقولوا عني سطحية. بس بكرة أشوف قريبا رح فاجئكم وطلعكم كلكم غلطانين. بس بعد أهلا سميحة، أنا راوية مسؤولة التوظيف بالشركة. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا. معك السي في؟ ايه طبعا. شو هاد؟ يعني انت هون منك كاتبة غير اسمك ومواليدك وانك طالبة حقوق وبتحبي المطالعة، شو؟ ايه هذا كل شيء. هذا كل شيء؟ ايه. حبيبتي انتي ليش حابة تشتغلي عنا بالشركة؟
لأثبت حالي وحس بأهميتي بالمجتمع، ولأني بحب شركتكم كتير حابة يكون فيها عنصر فعال. طيب سميحة، حكي لي شوي عنك. معلش عيدي لي السؤال. حكي لي مين هي سميحة. ايه سميحة هي بنت متواضعة كتير، وكل شي بيشوفها بيقول انها هي حلوة كتير، بس انا بحس انه الجمال هو مو جمال خارجي، هو جمال روحي. و شو قصة بدي احكي لك؟ ايه وانا كتير بحب الناس وبحب ساعدهم كمان. عفوا حبيبتي، بس خليني اوضح لك سؤالي اكتر. انا بدي اعرف عنك كل شي، بدي اعرف وين درستي، شو بتعرفي؟ لغات انجليزي فرنسي؟ بتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر؟ هيك شغلات يعني. اه هلا فهمت السؤال. بعرف احكي انجليزي، يعني مو كتير بعرف، بنفت حالي، وبعرف اشتغل على الكمبيوتر. بتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر؟ كتير حلو. طيب قلي لي على اي برامج بتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر؟ يعني بصراحة ما كتير بعرف اشتغل على الكمبيوتر لانه ما عندي جهاز كمبيوتر، بس احيانا بروح لعند هزار، جارتنا هزار بشتغل عندها على التشات، بتراسل مع شباب وبنات يعني من الدول، نتبادل خبرات. لك عم قلك مشغولة كتير. ايه عندي شغل لفوق راسي، خلص انا بس لخلص شغلي بدق لك. لا لا تدق لي قبل ما ادق لك اذا بتريد. شو سميحة؟ ايه جاوبتي على كل الاسئلة؟ طبعا جاوبت عليهم كلهم، بس في كم سؤال ما عرفت جاوب عليهم لانه انتي ما تركتي لي مجال وما ترجمتي لي اياهم، فانا تركت لك اياهم فراغ. تفضلي. طيب مو مشكلة. الليلي انت بتحبي تشتغلي بالريسبشن، تستقبلي العالم وتردي على التليفونات، ولا بتحبي جوا مع الموظفين، يعني تعدي بمكانك الخاص وتشتغلي شغلك لحالك بدون ما تحتكي مع حدا بشكل مباشر؟ معقول هاد من اسئلة الذكاء اللي نبهتني عليهم ميديا؟ هلأ إذا قلت للريسبشن بتفكرني بحب طق الحنف مع العالم ولا على التليفون، وإذا قلت اللي جوا لحالي بتفكرني انعزالية وما بحب الشغل الجماعي. شو سميحة؟ ما جاوبتيني. معلش ما جاوب على هذا السؤال؟ ليه؟ هيك أنا بفضل ما جاوب. لا حول ولا. طيب سميحة، أنت توظفتي عنا وقاعدة ورا مكتبك. شكرا كتير لك. لا طولي بالك، أنت فهمتيني غلط. أنا عم قول مثلا، فرضا أنت توظفتي عنا وقاعدة ورا مكتبك ورن التليفون ورديتي، طلع لك يعني شخص هيك طالع خلقه غضبان وصار يحكي معك كلام غلط بحقك وبحق الشركة، قليلي شو بتتصرفي؟ بقول له انت واحد قليل ذوق وبطبش سماعه بوشه، واذا رجع اتصل مره ثانيه بشيل فيش وما برد عليه ابدا. لك لا يا سميحه، لا هذا زبون، ما بصير تسكري بوشه التليفون. قولي لي حبيبه شو بتتصرفي؟ قولي. يعني ما بصير. طيب فيكي تعطيني احتمالات؟ معلش تعيدي لي الاحتمالات. طيب اول احتمال بتخبري مديرك انك شفتي زميلتك نايمة اثناء الشغل، ثاني احتمال بتفيقي زميلتك اللي كانت نايمة اثناء الشغل ولا مين شاف ولا مين دري، وثالث احتمال لا بتخبري مديرك ولا بتفيقي زميلتك وبتقولي يلا فخار يكسر بعضه. الاحتمال الثالث، ما بخبر مديري وبترك رفيقتي نايمة، لأنه إذا خبرت حدا بيقولوا عني فسادة، وإذا فيقت رفيقتي بيقولوا عني قليلة ذوق. أحسن حل إني طنش وما بقول فخاري كسر بعضه، بقول كل مين في بعقله راسه بيعرف خلاصه. في بعقله راسه؟ إيه. طيب سميحة، يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول لك حبيبتي. شكرا كثير انك اجيتي لعنا، عزبتي حالك. هاي السي في تبعك عنا، منلاقي عليه ارقام تليفوناتك، وقت بصير في عنا شاغر فورا نتصل فيكي، نحن منحاكيكي. اوكي حبيبتي؟ يعني نجحت بكل الاختبارات واسئله الذكاء؟ ايه طبعا نجحتي بكل هدول. خلص ونحن بس يصير في عنا شاغر منتصل فيكي، لانه هلا ما في شاغر ابدا. شكرا كثير مدام، فرصه سعيده. أنا أسعد أهلي. رح أستنى تليفونك بفارغ فارغ 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 الصبر والحماس. أوكي أهلا وسهلا. يلا بالإذن. إذنك معي.
بعت لي اياها هي ميديا. الو ميديا حبيبتي، انا في شيء بيني وبينك، عملت لك شيء انا لحتى تبعتي لي هي الوشه؟ لك على عيني وراسي طيوبه وحلوه وما في منها، بس خالصه فاصله، ولك الي اكثر من ساعتين قاعده عم باخذ وبعطي معها، ما عم تفهم علي شيء، لا خرج شغل استقبال ولا خرج شغل مكتب ولا حتى شاي وقهوه، شو اعمل لها اكثر من هيك؟ والله ما عرفت شو بدي اساوي. خلص ميديا حبيبتي لا تزعلي مني، بس هي فعلا يعني البنت فاصله خالصه. حبيبتي انت بتعرفي قديش بتعزي علي وانا بحبك، هاي ما عندها شيء نهائيا. اوكي الله معك. كثير سلالة، سألتني أسئلة كثير مفخخة وصعبة وما تسهلت أبدا معي، بس ما أنا عارفانة إن أنا كنت مجهزة حالي كثير منيح للأسئلة. أسئلة مفخخة؟ شو يعني أسئلة مفخخة؟ اشرحي لي شوي أنا ما فهمت. هدول الأسئلة اللي بسألوهم للكل وشو ما جاوبت عليها وشو ما جاوبت عليهم بيطلع جواب غلط. ايه وكيف قدرتي تجاوبي عليها؟ قلت لها بصراحة ما عندي جواب. ممتاز، وكتير سألتك من هدول الأسئلة المفخخة؟ ايه تقريبا كانت كل أسئلتها من هاي النوعية. تعبت لي أعصابي. ايه بس اطمنوا، خاصة انتي ميديا، انا بيطلك وشك على الأخير، إذا بدك دقي واسأليها رح تقلك متأكدة 100% إنه هي طارعة قلها فيني. إيه طبعاً حبيبتي، من دون ما أسألها، أنتِ عن جد عن جد عن جد بتبيض الوش. حرام مسكينة. بتعرفي زعلت عليها؟ يعني مالك شافتيها قد إيه فرحانة وعايشة الدور؟ أنا فكري تخبريها وتقولي لها إنه ما قبلوها. لك لأ ما بدي أصدمها. ما شفتيها فرحتها مالي عطتها لحدا؟ ايه ما عليه، بس اول عن اخر رح تدرى. بعدين شو يعني هي سميحه؟ يعني لا عم بتدور على شغل ولا راكده ورا الطموح ولا تحقيق الذات. سميحه هي سميحه، يعني زوده وفرقه رح تزعل شي هيك خمس ثواني بيمروا. طب ليكي رح اقلها انه اتصلت فيني راويه ايه؟ وقالت لي انه هلا ما في شاغر ايه؟ وبس يصير في شاغر بتتصل فيني. احسن شي، عين العقل، برافو عليكي. ايه ماشي، انا رح اروح اقلها. اوكي بريفيت مام. أمي أفسو نورمالنا. واسكاك دلها؟